محافظة الشرقية وبالتحديد مركز مينيا القمح والاحتفال بالعيد القومي لمركز مينيا القمح، ولقاء هنا يجمع ما بين النادي الأهلي المارد الأحمر فريق شباب النادي الأهلي في مواجهة فريق مركز شباب مينيا القمح. أحمد خالد كارلوس يلعب التمريرة عند البدري، البدري واحد من أسرع اللاعبين اللي ينقلك من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، عدى البدري، مر البدري، فات البدري، العرضية فين يا بدري؟ البدري بيدور على حد يسند عليه، يا ولد على التمريرة يلعبها لكن مقطوع. عربي بدري أصغر لاعب على أرض الملعب يا جماعة، عربي بدري لاعب مواليد 2001 وهو كابتن منتخب مصر للناشئين مع الكابتن ربيع ياسين. يوسف الجبالي قادم للنادي الأهلي من الشمس، ياسين اتقطعت مرة تانية، فريق مينيا القمح فوزي المهارة موجودة، هاني الدالي لكن الضغط عليه من ميدو. يعني دايما بتوع الناشئين في النادي الأهلي تسأل أي لاعب، يعني 70 أو 80% من اللاعبين في قطاع الناشئين في النادي الأهلي هتلاقيهم دايما من محافظة الشرقية ومحافظة المنصورة. الشرقية دايما ولادة، خط هجوم النادي الأهلي في وقت من الأوقات كان كله من الشرقية. اتكلم على عماد متعب وبلال، اتكلم على أحمد جلال، خط هجوم كان بالكامل من محافظة الشرقية. عاطف رشدي يلم مرة تانية، البدري عايز يصوب ويسدد، اتعمل عليه بلوك دفاعي، يرد مرة تانية. ياسين يوسف الجبالي، الجبالي 4 أهداف هذا الموسم مع فريق النادي الأهلي. اللاعب يوسف الجبالي يلم مرة تانية، التصويبة من البدري، طبعا هداف الفريق اللاعب فادي فريد أبو رصيد 8 أهداف، يوسف علاء 6 أهداف، هشام شعبان 6 أهداف. تلعب التسريع لكن رايا وصفارة بتمثل جزء كبير وعريض من جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي خلينا نتكلم بالورق يا جماعة، نتكلم بالأرقام، يعني 70 أو 75%. يعني دايما بنقول يا جماعة لما نيجي نتكلم بلغة الأرقام محدش يطالبنا بالحيادية، اوعى تقول لي خليك محايد وانت بتيجي تتكلم بالأرقام والتاريخ. وادي التمريرة، السلام يا محمد أشرف، خد خطوة خطوتين محمد أشرف قبل اللعب. مسعد شاهين يمسك كورته. تاريخ دايما بيقول للنادي الأهلي البطل الأوحد والبطل الأقوى بالأرقام، 40 بطولة دوري، 36 بطولة كأس، 8 دوري أبطال أفريقيا، 9 بطولات لكأس السوبر المصري. يبدأ ويلعب يوسف الجبالي مرة تانية، والله 10 بطولات النادي الأهلي، 9 بطولات بس لحسام عاشور، يعني حسام عاشور لوحده 9 بطولات السوبر مصري. لقاء الودي ما بين الأهلي ومركز شباب مينيا القمح في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمركز مينيا القمح. مرة تانية التمريرة، يلعبها بعرض الملعب عند أحمد إبراهيم وطالع له حمادة سمارة. سمارة فين يا سمارة؟ عايز يعدي، عايز يمر، يلعبها عرضية يشيلها جميلة لكن يرد ميدو، يضغط نصير، يا ولد عدى، مر، فات الشفع، يا ولد الشفع، لاعب موهوب يا جماعة. اللمسة بتبان، اللمسة بتبان واللعيب بيبان من عنوانه، الجواب بيبان من عنوانه واللعيب بيبان من لمسته. أحمد خالد كارلوس واحد من مواهب النادي الأهلي ابن مركز العزيزية، اتلعب الطويلة الطول الأمامية. سمارة ضغط عليه البدري، البدري الحاو بتاع النادي الاهلي، البدري عايز يفتح زاويه للتصويب، مش البدري بعرض الملعب. كارلوس المهاره، كارلوس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حط يا راجل، مره تانية البدري لكن شالها له، ايه شالها له الولد احمد خالد كارلوس، ما فيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده. عربي لكارلوس يقطع مره تانية النادي الاهلي، نادي مينيا القمح اتلعبت تمريره طويله خارج الملعب بعديه في خط وسط النادي الاهلي. الجبالي، الجبالي طلع فارس طارق، يلا فارس، فارس عايز يلعبها ارضيه، ارضيه خارج الملعب بعديه، ركله المرمى لمركز شباب مينيا القمح. يعني الثلاث لعيبه دول يقول لك انا كل اللقاءات اللي لعبتها قدام نادي الزمالك ما اتغلبتش ولا لقاء قدام نادي الزمالك. عربي بدر ايضا واحد من اللاعبين فريق ال 2001 لعب امام نادي الزمالك 5 لقاءات، فاز في ال5 لقاءات. شاهين يرجع ويسلم بعرض الملعب، فوزي يلعبها طويلة عند أحمد إبراهيم، عدى أحمد إبراهيم ما فيهاش أي حاجة، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة على النادي الأهلي لكن بيني وبينكم ما فيهاش أي حاجة. مرة تانية استلم عربي بدر لأحمد خالد كارلوس، تمريرة في العمق، يا ولد يا ولد على التحرك، لكن يا سلام على الراية، يا سلام على الراية من الهادي صابر، راية من الحكم الهادي صابر وصفرة محمد عبد الحافظ، راية وصفارة على
رايه وصفاره على النادي الاهلي. فوزي عايز يلعبها للدالي لكن المرتده السريعه يا ولد على تغييره الملعب الجميله في اتجاه مصطفى البدري. البدري يلا يا بدري، واحد على واحد هيعدي، يمر يفوت البدري مشي. حكم اللقاء قال له قوم، ما فيش اي حاجه، اداله مبدا تحت الفرصه. عربي بدري لكن مقطوع. نصير، التمريره من نصير في الجانب الايسر عند اللاعب مصطفى البدري. البدري العرضيه الجميله مخطوفه خطف لكن يرد مره ثانيه. كارلوس يمو هيصوب يسدد، يا ولد يا كارلوس من نفس المكان في مرمى الانتاج الحربي. احرز هدف في الدوري الجمهوريه، كان الهدف الرابع للنادي الاهلي. تعادل سلبي لا زال عنوان اللقاء. احتفال بذكرى عيد الام، يعني كل التحيه ايضا لمسؤولي الامن ومديريه امن الشرقيه ومركز شرطه منيا لمح على عمليه التنظيم. الدالي الدالي جول 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 جول، هاني الدالي على الهدف الاول، ناوي يضع هدف غالي في شباك النادي الاهلي. اكتب وسجل في تاريخك يا دالي، هدف اول لفريق منيا مركز شباب منيا لمح في الدقيقه 33 عن طريق الدالي. الدالي بهدف غالي يضع مركز شباب منيا لمح في المقدمه بهدف اول. ترجع في نص الملعب عند الدالي صاحب الهدف الغالي، الدالي يقطع خالي الجميل، خامه اللاعب مبشر. هيلعب ياسين للبدري، والله كارلوس للجبالي، لكن عامل عمق وتمركز عمر الشمس. وادي التصويبه، يا سلام يا طارق، يا سلام يا طارق علي، طارق علي يتصدى التصويبه قويه من اللاعب البدري. يا ولد يا ولد يا طارق، لخارج الملعب ركله ركنيه رايح احمد خالد. كارلوس كارلوس وركله حره، يلعب مع الياس. كارلوس يلعبها بعرض الملعب، عربي بدر، عربي بريف هارت النادي الاهلي، القلب الشجاع. غدا بمشيئه الله فريق الاول للنادي الاهلي عنده لقاء ودي امام فريق جمهوريه شبين. وادي صافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول، يطلقها حكم اللقاء الكابتن محمد عبد الحافظ بتقدم فريق مركز شباب منيا لمح على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. النادي الاهلي طبعا كم كبير من البطولات، يعني لو وزعت عدد بطولات النادي الاهلي على انديه الدوري المصري هتلاقي فاضل بطولات توزعها على جماهيره. فادي فريد هداف النادي الاهلي موجود في ارض الملعب. فادي احد افراد الدريم تيم، ناصر ماهر ورمضان صبحي وكريم نيدفيد ويوسف علاء. يعني الفريق ده يا جماعه كان بياكل الاخضر واليابس. يا سلام يا فادي، فادي فريد عدى ومر من وسط اثنين ووسط ثلاثة. أول ما تقول كلمة وسط ثلاثة الجميع يتذكر هدف إيفونا في الشناوي. رقم خمسة داوود يلعب طويلة الطولة الأمامية مرة تانية في نص الملعب، يضغط عبد الله نبيلة لكن مرة يلم البدري. يا ولد يا بدري، البدري ضغط على البدري واتقطعت، وادي ركلة حرة احتسبها محمد عبد الحافظ. وأحمد خالد كارلوس، كارلوس يصوب ويسدد تصويبه بجوار القائم الايمن لمرمى بجوار القائم الايسر لمرمى الحارس طارق علي. يبدأ مره ثانيه بسام ليوسف الجبالي، يلا يا جبالي، يلعب لعبد الله نبيل التحضير البناء، يلا يا نصير. مره ثانيه حامد الرفاعي الظهير الايسر يلعب لمصطفى البدري، هيلم ويعدي البدري، لعب عرضيه الجبالي يصوب يسدد اتقطعت التغطيه الدفاعيه. كل التوفيق للنادي الاهلي والاهلي بمشيئه الله ان شاء الله يكون بطل النسخه رقم نسخه عام 2019. هيلعب، شوف تبديلات بيجريها فريق منيا لمح، فريق مركز شباب منيا لمح. عند ابراهيم عدى مر فات، يا ولد هيسند على حد، عايز يحطها في المرمى، اتلعبت عرضيه، حط يا راجل، حط يا راجل، مش ممكن يا راجل، دي فرصة تضيعها قدام النادي الاهلي. اقدر فرصة هدف تاني لفريق مركز شباب منيا لمح. محمد اشرف يلعب ركلة المرمى، سيكا عدى، سيكا عازف المزيكا عدى مر، يا ولد يا ولد ابراهيم حط يا راجل، بتعمل ايه؟
البدري لكارلوس يعلق، اصطدمت مقطوعه المرتده احمد ابراهيم، يروح ابراهيم، روح يا راجل، تمريره يا راجل، فين يا راجل؟ يلعب تمريره شافعي، يلعبها في اتجاه ابراهيم لكن سهله عند محمد، محمد اشرف. مصر بجيش مصر، بشرطة مصر، الناس اللي عندها عقيده. الشامي يلعب احمد خالد كارلوس، يلعبها طويله لكن يا سلام على عبد الله داوود، قافلها بالضبه والمفتاح. اضغط مره ثانيه، ركله حره للنادي الاهلي. فادي، فادي يصوب ويسدد، يا ولد يا ولد يا ولد يا راجل، مش ممكن. القائم، وادي تصويبه مره ثانيه، ضاء دانت مدفع، رصاصه رصاصه من فادي فريد، هزت العربه سريعه المرتده. يلعب للجبالي، الجبالي فين يا راجل؟ يا ولد يا جبالي، اعتقد معاها انذار، قرار اداري من غير ما تفكر على طول. الكابتن محمد عبد الحافظ، انذار لعبد الله داوود، انذار. يلعب بسام مقعود، بسام يلعب بعرض الملعب. الجبالي، بسام عايز يعدي، شيكا، شيكا مقطوعه مره ثانيه، ياخد منها رامي التماس. عقب هذا اللقاء عندنا احتفاليه وتوزيع جوائز وتكريم لامهات الشهداء. مره ثانيه نوجه الشكر والاشاده. شيك يا ولد، عدت، حط يا راجل، حط يا راجل، يا ولد يا سيف، يا ولد يا ولد يا سيف، اتصدى وينقذ مرماه من هدف ثاني لمركز شباب من لمح. الجبالي، الجبالي عدى، الجبالي، الشامي، مش الشامي، يلعب لميشو عمارة، ميشو لمين يا ميشو؟ عايز يلعب عند حامد في الجانب الايسر، حامد العداء، حامد الرفاعي لكن مقطوع. يعني شوف حركة اللاعب حامد الرفاعي، هتلاقيه واخد بياخد نفس الجري بتاعت العدائين. ميشو ركلة حرة، وبرافو الكابتن محمد عبد الحافظ. رامية التماس، هيلعب حامد الرفاعي. فادي، لكن تدخل من شيكا. بسام يلم، يوسف يرجع ويسلم، كريم عبد المنعم نزل بديلا لميدو، هيلعب ويسلم النادي الاهلي. حامد الرفاعي، يرجع مره ثانيه خارج الملعب، يلعب عايز يلعب بكعبه للميدو الرفاعي لكن مقطوع. يضغط مره ثانيه كارلوس، ميدو يقطع، ميدو لكارلوس، يا ولد يا ولد يا ولد، بالعرض يا راجل، بالعرض يا راجل، جول 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 جول، جوه جول. يوسف الجبالي، الجبالي في الدقيقة 28، هدف غالي يا جبالي، هدف التعادل للنادي الأهلي، لكن صاحب الرواية والحكاية والموال على طريقة علي معلول، على طريقة علولو، يعملها حامد الرفاعي، قابلها الجبالي، هدف التعادل للنادي الاهلي. 1-1 الاهلي ومركز شباب من يلمح. يا سلام يا جبالي، لكن الولد حامد الرفاعي على طريقه ملك الحلول علي معلول علولو، يلعب كره عرضيه جميله بالمقاس. الجينات بتاعت المركز الظهير الايسر يا جماعه، جينات بتتورث من علي معلول. علي معلول احد افضل اللاعبين في الدوري هذا الموسم. عدى مر وفات، فادي فريد، من قاطع، من مكمل يا جبالي. ادي جماهير النادي الاهلي، صوت جمهور النادي الاهلي. قلت لحضراتكم في شوط اللقاء الاول، لو فريق مركز شباب من يلمح احرز هدف هتلاقي الجماهير كلها فرحانه، ولو الاهلي احرز هدف هتلاقي الجماهير كلها فرحانه. اللي قاعد غريب ما يعرفش حاجه يقول لك الجماهير دي بتشجع مين ولا مين، هم مع الاهلي ولا مع مركز شباب من يلمح؟ احمد فوزي، ابراهيم لاحمد فوزي، فوزي القسطى والمعلم بتاع مركز شباب من يلمح. التصويبه، لكن يرد كريم عبد المنعم، عبد الله نبيل، اهتمام شويه، حامد الرفاعي عايز يشيلها جميله لكن اللي خارج الملعب، رميه التماس. يلعب فادي فريد، فادي فريد عدت لكارلوس، احمد فوزي، يلا يا اسطى، الاسطى والصنايعي لكن مطوع. احمد خالد كارلوس يلعبها جميله،
فادي فريد، فادي هيفكر انه يلم ولا يلعب الارضيه، يلعب ارضيه مش ممكن يا شامي، جميله جميله. هيلعب الجبالي هاند بول لمسه يد لصالح النادي الاهلي. نزل الحارس عماد اديده، طاقد مميز في ركلات الجزاء، علشان كده كابتن عادل محمدي دفع بيه في الدقايق الاخيره للاحتكام لركلات الجزاء. هل الاهلي هيستنى لركلات الجزاء ولا فادي فريد هيخلصها؟ اتلعبت ولكن لخارج الملعب، ركله ركنيه للنادي الاهلي، ركنيه اتلعبت على القائم الاول. يطلع ديدا، ديدا يمسك يا ديدا، فين يا ديدا؟ كارلوس بتعمل ايه يا كارلوس؟ يعني اللعب شيكا والله، شيكا كان عايز ياخدها بايديه. فادي، فادي فريد كابتن الفريق هداف الفريق، فادي خد منها رمي التماس، يلعبها سيف طويله الطول الاماميه في اتجاه الشامي، الشامي لو حط جسمه خد منها ركنيه النادي الاهلي من الجانب الايسر، هيروح كارلوس القدم اليمنى، الكره اللي فيها سويرف في الداخل، كارلوس يلعبها يا ولد يا ولد، ده طالع وسارق الدنيا كلها، اللاعب مصطفى البدري. بص في ساعته حكم اللقاء محمد عبد الحافظ، هل هنروح لركلات الترجيح؟ تلعب الطويله الطول الاماميه، حذاري من النادي الاهلي في الدقايق الاخيره، وبالفعل يطلق صافرته حكم اللقاء.